الأجنبية وأداء الأسواق العالمية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. بداية يعني تصريحات جيروم باول بالأمس كانت واضحة فيما يتعلق بأسعار الفائدة خلال تعاملات هذا الشهر، كيف أثر ذلك على مؤشر الدولار في ظل هذه التوترات السياسية التي تؤثر وتؤدي إلى عدم استقرار في الأسواق العالمية؟ اهلا بك. بالفعل مؤشر الدولار الامريكي ارتفع بقوة امام سلم العملات الرئيسيه وبعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي الامريكي جيروم باول بيتوقع رفع اسعار الفائده، يعني هناك جزم بان يكون هناك رفع لاسعار الفائده ب 25 نقطه اساس بالاجتماع المقبل، وربما يكون في الاجتماعات الاخرى المقبله ارتفاعات لاسعار الفائده ب 50 نقطه اساس. نحن شفنا كيف عم بيرتفع تقريبا 97 50 مؤشر الدولار وصل ايضا الى مستويات مرتفعه جدا 97 80، فمتوقع الارتفاعات ممكن نصل لمستويات 98 99 للمؤشر الدولار الامريكي. عم يستفيد مؤشر الدولار الامريكي ايضا من كملاذ امن في ظل التوترات السياسيه الاوكرانيه الروسيه، فعم نشوف عم يستمر بهالارتفاع والطلب على الدولار الأمريكي. عم ننتظر أيضا بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية، وأيضا عم ننتظر اليوم إعانات البطالة الأسبوعية، وكمان عم نترقب أيضا مؤشر ISM لقطاع الخدمات، فهذا بيعطينا صورة أوضح عن تحركات مؤشر الدولار الأمريكي. لكن بغض النظر أنه المخاوف السياسية الأوكرانية الروسية عم تسيطر على الأسواق أكثر من البيانات الاقتصادية، الآن التطلع إلى ما ستؤول إليه هذه الحرب أكثر من البيانات الاقتصادية اللي عم نشوفها. لكن بتصريحات جيروم باول ب 25 نقطة أساس هذا عم يدعم مؤشر الدولار الأمريكي عم بيرتفع إلى جانب المخاوف السياسية أو الغزو الروسي على أوكرانيا. نعم، لكن يعني لينا من الملفت بأن أداء اليورو في حالة من التراجعات في ظل الضغوط وأيضا معدلات التضخم المرتفعة وأيضا الارتفاع الحاصل في مؤشر الدولار، إذا نتوقع المزيد من التراجعات في أداء اليورو؟ نعم، اليورو تحت ضغط الهابط، وصلنا مستويات 1.10، هي ربما هي الأدنى من عام 2020، لم نشهد هذه التراجعات من مايو بالتحديد لعام 2020، هذه التراجعات عم نشهدها على اليورو، طبعا بتأثير قوة الدولار الأمريكي اللي عم يرتفع، هذا بيعطي ضغط على اليورو، بالإضافة إلى أنها العلاقة التجارية اللي عم نشوفها بين أوروبا وروسيا وأي فرض عقوبات على روسيا، هذا عم يتأثر باقتصاديات دول منطقة اليورو. البنك المركزي الأوروبي عليه المزيد من السياسات التحفيزية وسوف يستمر بإجراءاته التحفيزية، وخاصة بعد إلغاء بعد حظر روسيا أو بنوك روسية من نظام السويفت، هذا بيخلي إنه لازم على البنك المركزي الأوروبي ممكن إنه يضخ سيولة في الأسواق، وبالتالي بالرغم من ارتفاعات التضخم اللي وصلت بشكل كبير، نحن عم نتحدث عن 5.8% في منطقة اليورو بسبب ارتفاع الاسعار النفط، اسعار الطاقه عم ترتفع بشكل كبير، وعم نشوف كيف اسعار النفط نتيجه انه تعتبر روسيا من ثالث اكبر منتج للنفط ومصدر الغاز الروسي، وتربطه مع وأوروبا تعتمد على الغاز بشكل عام بشكل كبير، تقريبا بنسبة كبيرة من الغاز الروسي وأيضا بالنفط، تقريبا نحن عم نتحدث عن 26%، فبالتالي 35% مصادر الطاقة إلى أوروبا، فبالتالي هذه العقوبات اللي عم تحصل ممكن تأثر على اليورو، ومقابل توقعات إنه عم نشوف الفدرالي الأمريكي رح يقوم بتسريع رفع أسعار الفائدة ويرفع أسعار الفائدة لأن التضخم عم بيرتفع، على عكس البنك المركزي الأوروبي اللي ما رح يقدر إنه يقوم برفع أسعار الفائدة، لأن يعني الاحتمال ضعيف جدا إنه بأي إجراءات تشددية من قبل البنك المركزي الأوروبي، لأنه يعني بشكل عام هو متضرر من هالحرب الروسية الأوكرانية، فأتوقع بالفعل المزيد من الضغط على اليورو مقابل الارتفاعات اللي عم نشوفها أيضا على الدولار الأمريكي. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.